لأول مرة بتوعى على فكرة إنه إيه في شخص هلأ أنت كنت عم تتحدث معه وبعد لحظة مات. وإذا تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحفي الطويل الذي بدأ مع شبكة العربية منذ انطلاقتها عام 2003. نتجنا من ظلمه لك له 3 أيام ليل مع نهار عم يضرب ما بيهدي الضرب ما بيهدي. أنا ما عارف مش قادرة أحكي كل الحب من كل القلب كلنا قلوبنا معكم.